رغم مظاهر التحالف بين طرفي الانقلاب الحوثيين والمخلوعي صالح، إلا أن التسريبات لم تتوقف طيلة العامين الماضيين عن محاولات حوثية مستمرة لتصفية صالح والانتقام لمقتل مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي في 2004. جماعة الحوثية لها ثأر مع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وإن اقتضت الضرورة التحالف معها في هذه الحرب التي فرضها الحوثيون بدعم من الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، لكنهم لا ينسون أيضا تلك الحروب التي استهدفتهم من قبل الرئيس المخلوع والتي استخدمهم أيضا كأوراق في صراعه السياسي وفي الابتزاز السياسي، ولكنهم يحملونه دماء زعيمهم المقتول حسين بدر الدين الحوثي. في أغسطس العام الماضي كشف صالح عن تعرضه لمحاولة اغتيال وصفت بأنها ثالث أكبر محاولة منذ استهدافه في جامع الرئاسة عام 2011، معلومات متواترة أشارت إلى قيام الحوثيين بحصار صالح في موقع عسكري في جبل نقم شرق مدينة صنعاء وتبادل إطلاق النار مع حراسته، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. أعتقد آخر المسلسل أو آخر عمليات التحالف بينهم، في كل ما تقدمت قوات الجيش والتحالف العربي زاد الخناق عليهم، أو إذا حاول علي عبد الله صالح أن يتمرد على الحوثيين في صنعاء والانقلاب عليهم ربما سيلقون إلى تصفيته. وفي نوفمبر الماضي تداول نشطاء موالون لصالح نبأ تدبير الحوثيين لمحاولة جديدة خلال وجوده في منزل زعيم قبلي وسط مدينة صنعاء، ويتحدث أنصار الرئيس المخلوع عن وجود خلايا حوثية دربت في إيران ولبنان للقيام بمهمة اغتيال صالح وكبار القيادات الموالية له. بعد الانتصارات التي حققتها الشرعية وسيطرتها على أكثر من 80% من المحافظات المهمة، كل طرف يحاول أنه ينجو بنفسه، ربما سنشهد توسع الانشقاقات بينهم قد تؤدي إلى عمليات اغتيالات متبادلة ما فيها القيادات سواء علي عبد الله صالح أو الحوثيين. التوجس من قيام الحوثيين باغتياله دفع صالح إلى تغييرات متكررة في طاقمه الأمني وتهريب أفراد أسرته إلى خارج اليمن والإيعاز إلى أنصاره بالاستعداد لاقتراب لحظة المواجهة بين شريكي الانقلاب.